صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أمير المؤمنين علي عليه السلام قطب ولادتنا ötürü başta İmam Zaman aleyhisselam ve bütün aşıklarına ve siz değerli misafirlerimize kutlu günden ötürü tebrik arz ediyorum. Bu nurlu meclisimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayramınız kutlu ve mübarek olsun inşallah. Açılış konuşmalarını ve Kur'an tilavetini yapmak üzere camimiz alemi Rahman Karanlığı kürsüye davet ediyorum. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الله